شوربة تكون شوربة خضار، لكن عايز أرفع قيمتها بحاجة مهمة جدا موجودة عندي في المطبخ اللي هو البرغل. الخضار هيكون كرنب، كرفس، بصل، جزر، وبطاطس. هيكون هو دوت النوعين النشويات اللي هستعملها. فهنا هجيب الأول الأساسيات اللي هي بننكه بيها الشوربة، وتبقى عبارة عن شوية من البصل المفروم ومعاهم الكرفس، وبحط مع دول الجزر. دول اللي هحمرهم شوية، بس أدبلهم شوية على أساس ده هيبقى أساس الشوربة نفسها. ومعاهم الكرنب، حط دول كلهم هنا مع بعض، وبحط معاهم حتة زبدة صغيرة. في ناس ما بتحبش الزبدة أو طعم الزبدة بيكون مناسب، فممكن بحط شوية من الزيت وشوية من الزبدة ونصعيد عن واحدة بالتانية حسب انتوا حابين تاكلوها ازاي. وهحط مع دول توم مفروم وملح وفلفل. نتبل دول بشوية صغيرة من الملح والفلفل، وندبلهم دبل الخضار. وهيبقى عندي مرقة، بس عايز ألون ديت وادي لها طعم اللي هو اللون الأحمر. فهيبقى طماطم طازة مجروشة أو مبشورة، وشوية صغيرين من الطماطم اللي هي المعجون. حط كل دول، وكل ما اخلي كل الطعم والنكهة فيها، يعني كل ما اخلي الخضار ينزل ميته في الشوربة ما تسيبوش يبقى سوتيه لمدة طويلة، كل ما هتبقى طعمها مميز. وبقطع البطاطس قبلها بحطها في مية علشان لونها ما يغيرش. وبعد كده يبقى عندي هنا الأساس للشوربة. ديت لو عايز احط كور لحمه ممكن اضيف كور لحمه لو حبيت، او ديت بتبقى جاهزه ان انا اسويها. طيب اهو، وبحط بعد كده المرقه اذا كانت خضار او اذا كانت الفراخ، اذا كنت عايز اعملها بلحمه او فراخ. هسيب كل دول يستووا، احط كل دول لغايه لما يكملوا تسويتهم، وبعدين هنضيف عليهم اخر حاجه البرغل. يبقى لما عملت الشوربه قلت انها لما تبتدي تستوي، الخضار يبتدي يستوي واحس ان هو قرب على تكمله تسويته، بضيف عليه البرغل المنقوع. عندي هنا برغل بكون نقعه، بضيفه هنا واسيبه يستوي معاه. ممكن احط مكرونه، ممكن احط حاجات تانية لو حبيته، بس تكون استويه قبلها. عندي دول الشوربه بعد ما بسيبها بتوصل للمرحله ديت، بيبقى كل البرغل اللي فيها زي ما احنا شايفينه كده استوى. بنحط المرقه، نحط كميه كافيه من الخضار، ناخد شويه من هنا اهو، وديت ممكن نزينها بشويه صغيرين هنا من الكريمه. يبقى ديت فكره الشوربه، وقبل ما بقدمها بشويه صغيره بس بنحط عليها شويه صغيرين هنا من الكريمه.